هما تبارك الله. سلام، سمعوا مقرمشين كيجي حتى الفران. يمكن انا اول مره ولا ثاني جوج مرات هذه مشاركه معكم جوج وصفات، جوج وصفات مقليين، اما الباقي كله كنديرو في الفران. ماشي صحي ولكن كتجي هكا حاجه اخرى، كتجي حاجه زوينه كما كتشوفوها. هما يا البلدان سخان في ساعة كيوجدو. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سون غلوتين. المهم احنا غنبداو الوصفه. كما شفتوا درت بيضه ودرت كاس ديال الماء وبحالو ديال النشا غير مايزينا وشويه ديال الملح، واحد المعلقه ديال الزيت. صافي، هادو هما المكونات. راني مشاركه معكم شحال من وصفه، وقلت هذه لما لا تهي نشاركها معكم. صافي، وغادي نخلطهم بالطراب، خاصهم يتخلطوا مزيان. بقى ما شديتش الكاس وخدمت. المهم يتخلطوا مزيان مزيان كما كتشوفوا، ولا بدا في الكاس ديال العصير ولا بحال هكا بحال هاد الاله. صافي، غادي مشاركه معكم بزاف الوصفات مختلفين، اذا اللي بغيتو ديروها. والحشوات هما مختلفين، اذا اللي عجبتكم ديروها، او كل نوبه ديروا حاجه حاجه. ها هو بعد ما تخلط دابا مزيان، شعلت على المقله تكون غير لاصقه، ما دهنتها ما والو. وحتى هاد الطرق راني دايره معكم جوج طرق، ممكن بحال هكا بحال كتشلوا المقله، او ممكن ديروها بالشيتا، ولكن هكا كتجي ساهله. المهم كاين بزاف ناس كتجيهم هذه ساهله بزاف، ولكن حتى بالشتاء راه ماشي شي حاجه صعيبه. المهم شوفوا الوصفات الاخرين راني دايراهم معكم، وممكن حطوا في صندوق الوصف باش يجيكم ساهلين. صافي، ها هي تقلعات وغنهزها نحطها. ها نتوما شفتوا كيفاش كتجي رقيقه، وغنبقى غادا على هذا النحو. المهم مره مره تخلطوا فيما بغيتوا ديروا، تخلطوا حيت كتعرفوا مايزينا غير هكا بالمعلقه، ولا تحركوا الكاس. وهذاك الفائض كنرجعوه حيت تعرفوا مايزينا، مايزينا كتنزل ما بين ما كطيبه هذيك الاخرى كتنزل. ولا بالكم هكا تقاب كتزيدوا تعمروهم بالشيتا وصافي. كتبدا تقلع من جناب، ملي كتبدا تقلع من جناب صافي ديك الساعه خصكم تحيدوها. ها نتوما بحال هنايا هذوك التقيبات كنعمرهم هكا بالشيتا، او ممكن من الاول ديروه هاد بحال هكا هاد الطريقه بالشيتا في المقله. كاين اللي كتجيهم صعيبه، كاين اللي كيبغي يقول لك كنديرو حمام مائي، ولكن انا كنستعملها بدون حمام مائي كتجيني اسهل. المهم راني غادي نخلي لكم في صندوق الوصف جميع الوصفات ديال الورقة، لاش ما بغيتو تستعملوهم، المالح الحلو بريوات بسطيلة، رانا كل شي مشاركاه معكم. بسطيلات عائليين فرديين مالحين حلوين، كل شيء كل شيء كاين في القناة الحمد لله. ومازال جاي ان شاء الله الجديد، عطى الله الخير. مرحبا بالمتتبعين الجدد اللي انضموا القناة، ان شاء الله تعجبكم. هنا كنت زربانة. المهم دايما الوقت سبحان الله، كنت خارجة كان عندي شي مواعيد وجيت في سال الحشوة كانت، داكشي ما تشاركش معكم اليوم الحشوة. حشوة راها معروفة،
ولكن مشاركة معكم بعض الفيديوهات فيهم الحشوة من الأول للآخر. المهم حنايا السيلياكيين هتشوفوا اسمحوا لي على هذا الفيديو كان طياح، وهذا شوية كما قلت لكم الحشوة ما كيكونش فيها مشكل، حنا السيلياكيين أكثرية كتكون عندنا مشكلة في الورقة، أما الحشوات راهم ساهلين. وزيدون راني مشاركاهم معكم وغادي نذكرهم لكم دابا هنا بعجالة، غادي نوريكم اللي غادي نسالي. المهم هاد الكاس صغير ديال الميزينا وهاد البيضة كيما شفتو الخليط دار لي تبارك الله خمسة الورقات كبار، ورا فيهم الخير والبركة. وفي ساعة كيوجدوا اقتصاديين ميزينا بدون دقيق مصنع، ها هي اخر وحده تبارك الله جاوني قد قد كاملين في المقله، ها هما صافي ما دهنتهم ما والو. الاولى اللي كتجيناش فكنديرو بالشيته ممكن باش ما تهرش، هادو ما دهنتهم ما والو، في الاولى حطيتهم هكاك. وهنايا الحوت الكالامار و القمرون، والمهم في المقلاة مشحرين، والفيرميسيل الشعرية الصينية مديورة في الماء ومخلطة مع لاصوص مع الحرور العطرية اللقامة ديال الحوت العادية، كتبقى لكم نفس الاختيار. ممكن بالدجاج ممكن بأي حاجة، راني دايرة معكم حتى بالجبن والبقولة حتى هي كتجي واحد الكومبيناسي زوينة راني مشاركاها معكم. المهم خير ان شاء الله. صافي وهالطويه انا درتهم هكا طوال، بغيتو ديروهم على شكل بسطيله ممكن مربعات، انا تشاهيتهم بحال هكا كنقولوا لهم هنايا اللومبيا، تشاهيتهم شحال هادي ما كليتهم وداروهم كالوهم الاسره ديالي. ايوا دابا انايا كندير في هادو ديولي وتشاهيتهم مقليين مقرمشين كيما شفتو. ممكن يداروا في الفرن، انا اكثريه الاكثر المرات كنديرهم في الفرن، ولكن دابا تشاهيتهم في ساعه، هما في ساعه كيطيبوا في المقله والقرمشه كتجي اكثر. والمهم الذوق كيختلف ماشي دائما، المهم مره مره واخا نقليو ماشي مشكل ماشي دائما. اكثر انا كنستعمل الفرن، كنستعمل الفرن بكثره، كل شيء كنديرو في الفران، ولكن هكا مره مره ماشي مشكل. كيما شفتو تبارك الله راهم جاو كبار، خمسة لومبيات قنينطات، كل واحد شنو كيقول لهم لينام يمكن بالفرنسي. ايوا صافي كتعمرهم على الحشوة، واحد جاتني كتيرة وهادوك بخمسة صافي. وغادي ندير المقلة فيها الزيت تيسخن مزيان وغادي نبدا نقلي. هادشي الاخر درتو فيها كانت كتير، كانت الحشوة كتيرة اذا داتني شي شوية، هاد الحشوة كانت كتيرة هنايا تبارك الله جاو كبار. صافي هنايا شعلت على المقلاة الزيت سخن مزيان صافي وقليتهم عاديين. ها هما تبارك الله سلام، سمعوا مقرمشين كيجيو حتى الفران. يمكن انا اول مره ولا تاني جوج مرات هذه مشاركه معكم جوج وصفات مقليين، اما الباقي كله كنديرو في الفران. ماشي صحي ولكن كتجي هكا حاجه اخرى، كتجي حاجه زوينه كما كتشوفوها. همايا بلدان سخان في ساعة كيوجدو.
إذن كانت هذه الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله، وتجربوا أي وصفة عجبتكم، ما تحرموش روسكم وعائلتكم وليداتكم. أي واحد عند الرجيم كما شفتوا لاصوص هو راه بدون جلوتين، شيلي صوص كيكون حار محامض ديال البرتهان بدون جلوتين بدون حليب. إذن خليكم بخير على خير، وما تنسوناش من تعليقكم الزوينه، اللايك واشتراك القناه مع الاصحاب والاحباب لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله.